عبد المجيد تبون الرئيس الحالي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمرشح الحر لعهدة رئاسية ثانية، مسار تجاوز الحمولات السياسية التقليدية ليصنع نموذجاً جديداً ومتفرداً من الحكم. يستمد تبون روحه من رسالة نوفمبر مشيداً بأسس قوية جعلت من فترة حكمه محل تدقيق وإعجاب وإشادة من قبل مؤسسات اقتصادية ومالية عالمية. ويظهر تبون متماهياً مع هوية ثقافية جزائرية أصيلة، وهو التجربة نفسها التي خاضت مساراً طويلاً حافلاً بالعطاء والتحدي. تنطلق مسيرته من بلدة المشرية بولاية عامة، أين ولد تبون في 17 نوفمبر 1945. تدرج حينها من شاب شغوف بالعلم والمعرفة إلى رجل دولة يقود الجزائر نحو مستقبل مشرق، ما قاده إلى التخرج من المدرسة الوطنية العليا للإدارة في سبعينيات القرن الماضي. بدأ مسيرته في الإدارة المحلية شاغلا مناصب عدة كأمين عام ووال في ولايات مختلفة سكانها يعرفون جيدا ما جسده من تنمية. لم تكن المناصب التنفيذية هي محطته الأخيرة، بل ارتبط اسمه كوزير في الجماعات المحلية والإعلام والتجارة ووزارة السكن والعمران التي ترك فيها بصمة لا تمحى، حيث أطلق برامج سكنية كبرى بمختلف الصيغ، على رأسها برنامج عدل الذي أصبح نموذجا سكنيا ناجحا. عام 2017 بعد تعيينه وزيرا أولا، أثارت تصريحاته عن فصل المال عن السياسة ضجة كبيرة، معتبرين توجهه جريئا ومؤشرا على إعادة تصحيح المسار، وظهرت ملامح الرجل القائد الذي لا يهادن عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجزائر. وفي فترة كانت الجزائر فيها على حافة السقوط وسط تذمر شعبي واستشراء الفساد في كل مفاصل الدولة، كان سؤال مطروح: من سينقذ الجزائر؟ الرهان وقع على تبون الذي انتخبه الشعب في 2019 كثمرة للحراك المبارك. في فترة حكمه تمكن من تعديل الدستور واستكمال البناء المؤسساتي وإسقاط أصحاب شكارة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع مليارات الدولارات المنهوبة، مقيما اقتصادا قويا على أسس صلبة، كل هذا وسط أزمة اقتصادية عالمية وجيوسياسية معقدة وصحية بسبب كوفيد-19. عرفت مداخل الجزائر منحا تصاعديا هو الأول من نوعه منذ الاستقلال. بدت تجربة الجزائر بقيادة تبون ملمحا مما يريده الملايين، وبرهانا في إمكان قيام نموذج اقتصادي ناجح بمشاريع صناعية وفلاحية ضخمة تطلق عبر كل مناحي الوطن. كممت الأفواه حتى اعتقدوا أنها ذكاء اصطناعي. أصبحت الجزائر ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا، وما تم تحقيقه كان انتصارا للشعب، ذاك الشعب الذي لم يقطع أواصر علاقته به، بل مد وصالها بلغته البسيطة والعفوية من خلال التواصل عبر لقاءاته الإعلامية الدورية أو عبر لقاءاته المباشرة مع ممثلي المجتمع المدني. وبلغ من أهميته أن قوبل بثورات مضادة لإجهاض ثورته، لكن محركها كان أكبر ممن يريد وأدها. استطاع تبون أن يصنع لصوت الجزائر الدولي قيمة وهيبة. يحسب لها ألف حساب.